عندنا تصميم جديد، تصميم 10 فدان. 10 فدان دي مقسمة تقسيمة ممتازة. هتظهر معاك في الشكل التصميم. فيه هو مدخل، المدخل واضح، فيه المدخل واضح من هنا. عندك منطقة الإدارة، بعد كده منطقة الفروتس، فيه مخطط حوالينا كامل بالفروتس اللي مستفيدين من الحتة بتاعة مصدات الرياح، مشغلين فروتس. عندك المنطقة بتاعت الحبوب أو السيتس، وهنا عندك منطقة بتاعت البيت الهاوس، وهنا في منطقة بتاعت المصانع، منطقة بتاعت الثلاجات، منطقة بتاعت الإدارة. كويس، المداخل مهمة. لو أنت شايف نحن عاملين ممرات بين كل حتة وحتة. هنا المنطقة 6 فدان للحبوب، 3 فدان المداخل اللي واضح، شايفة واضحة. هنا المنطقة بتاعت الفروتس 1 acre زائدا 2 acre اللي هي 3 acre زائدا 3 acre و500 متر سكوير. هنا المنطقة بتاعت الخضروات، هنا المنطقة بتاعت الهاوس 100 متر سكوير. كويس، هنا المنطقة بتاعت الانيمالز اللي هو chickens وماعز وابقار. هنا منطقة بتاعت الجراس البرسيم المنتج للحيوانات بتاعت المزرعة، هنا منطقة بتاعت الثلاجات، هنا منطقة بتاعت مصنع، هنا منطقة الإدارة. كويس كاملة. هنا منطقة الوركر هاوس، غرفة العمال، والمنطقة بتاعت البير. نحن اهتمينا بالمداخل والحياة. لو جيت فينا عينتها هتلقى صورة أوضح. كويس، صورة أوضح، صورة بتاعت المصانع، بتاعت الثلاجات للمنتجات، بتاعت الخضروات، وبتاعت الهاوس، ومنطقة الأنيمالز، ومنطقة الفيش فارم. فيش فارم عندنا، فيش فارم عندنا، بي هاني فارم. أوكي، وعندنا منطقة بتاعت إنتاج الكومبوست كلها جنب المنطقة بتاعت الفيش. هنا هتشوفها التي هي 3 دايمنشن، هتلاقي الحتة واضحة دي المدخل. كويس، جنبه طوالي، مدخل واضح، ادي اسم المزرعة النيمير فارم، 10 acre نيمير فارم ان شندي في السودان. اوكي، هتيجي ماشي في المدخل جميل، منطقة الفاكتوري 2، وهنا الحديقة بتاعت الادارة، مكتب الادارة. اوكي، مكتب الادارة، ودي المنطقة بتاعت سكن العمال، والمنطقة بتاعت البير. المسافات بيناتهم، فاصل بيناتهم 1 متر 1 متر 1 متر، فاصل بين كل وحدة ووحدة في 1 متر. هتيجي تلقى المنطقة بتاعت الإدارة الأوفيس عنده internal kitchen و internal toilet. اوكي واضح. هنا الأوفيس بتاع الوركر، في internal kitchen internal toilet. هنا المنطقة البير، ومنطقة البير والسولار سيستم، ودي الحديقة بتاعت المدخل. اهتمينا بالأكسس لأنه يكون جميل، الاكسس للفاكتوريز، الاكسس للإدارة، الاكسس للوركر. بعدنا الوركر من الهاوس بتاع المزرعة اصلا. المنطقة كلها سراوندد واضح بالفروتس از مصدات. ذا فاكتوري 2 المساحة بتاعته 530، فاكتوري 1 وفاكتوري 2 المساحة بتاعتها 530 531 سيم سيم. المنطقة بتاعت الفريج ستوريج اللي هي الثلاجات برضه نفس المساحات. و اهتمينا بالاكسس بالنسبه لهم كلهم. المدخل الرئيسي بيدخلك عليهم كلهم، نفس المدخل بيدخلك برضه على المزرعه بتاعت الخضروات اللي هي الفيجيتابلز، وبيدخلك على البيت والجراج بتاع المزرعه. كويس، و جراج المزرعه لو شايف كل التولز بتاعت المزرعه، الجراج بيدخل على الاكسس. عندك البيت برضه عنده جراج داخلي، وداخليا فيه حديقة داخلية، وفيه حديقة خارجية. لو انت شايف فيه حديقة بتاعت فروتس خارجية. البيت تصميمه جميل، فيه مدخل واضح، فيه مدخل من تحت ريسبشنز، زايدا فيه حتة داخلية كاستقبال، فيه حتة بتاعت مذاكرة، وفيه المطبخ، فيه بعدك سلم داخل بيطلعك لفوق. فيه غرفتين وحمام، غرفتين كل غرفة فيها حمامين. الطابق بعده فوق غرفتين، فوق غرفة واحدة وحمام، وفوق بلكونة. فبيبقى كده الطابق كله 3 غرف وبلكونة واستقبال تحت، ومنطقة بتاعت المذاكرة ومطبخ.
كله مبني، البيت كله مساحته 100 متر سكوير، لكن المبنى الداخلي مبنى تقريبا في حوالي 7 في 7. أعتقد تصميمه جميل بيتناسب مع الحتة بتاعت المزرعة، وحتى بيتناسب مع الأجواء، لأن كل ما التصميم كان أصغر والمساحة مكعبة وصغيرة فبيكون أمتن، لأن المنطقة زراعية ما بتتأثر بالسقية بتاعت المنطقة. وراك طوالي في فروت فارم 3، فروت فارم 3 حوالي 500 متر سكوير كويس. نحن عندنا فروت فارم 1 وفروت فارم 2 وفروت فارم 3. فروت فارم 2 اللي هي 2 ايكر اللي هي حوالي 8400 متر سكوير، فيها حوالي 945 شجرة. فروت فارم 1 فيها حوالي 100 شجرة، فروت فارم 3 فيها حوالي 100 شجرة، فروت فارم 1 ايكر فيها حوالي 600 شوية شجرة، شجرة مثمرة. الحتة بتاعت الكروبس، الكروبس أو السيدز دي لإنتاج كل المحاصيل، منطقة كبيرة جدا اللي هي فيها 6 ايكر مقسومة على 2 3 ايكر 3 ايكر، بيناتهم في ممرات، وفي ممرات زي ما قلنا في كل حتة على أساس إنك تقدر تأكسس أو تقدر تستخدم كل شيء لو أنت بجرار أو بأي شيء. المنطقة دي يعني السكس ايكر دي هي واسعة، لو الزول عايز يبدأ بها بدون ما يبدأ في باقي المشاريع برضو مناسبة، 6 ايكر مناسبة يقدر يبدأ بها ويواصل في المزرعة ستيب باي ستيب لحد ما يكمل المزرعة بكل البروجيكتس بتاعتها. يعني هسه احنا شايفين المزرعة دي البروجيكتس بتاعتها كتيرة، فيها البروجيكتس بتاعت الفاكتوري، فيها البروجيكتس بتاعت الكروبس بتاعت السيدز كروبس، فيها البروجيكتس بتاعت الفروت كروبس، فيها الفيجيتابلز كروبس، فيها الانيمال كروبس. والانيمال عندنا 3 تايبس، عندنا الانيمال الاغنام، وعندنا الابقار، وعندنا الدواجن، وعندنا الفيش الاسماك، زائدا العسل بتاع النحل، زائدا نحن بنستفيد من المخلفات دي. عندنا حتة جنب الحدائق، جنب الفيش فارم تحت هناك دي لتخمير الكومبوست، وممكن منها تنتج البايو غاز، هي زراعة المنطقة بتاع التخمير، يعني انت ممكن تنتج بايو غاز ليك لمزرعتك وللمزارع المجاورة عليك من عملية ناتج من عملية التخمير. ناتج عملية التخمير اصلا انت بتستفيد منه في حاجات كتيرة جدا جدا، عملية البايو غاز ونمشي. بعدك عندك الحتة بتاعت الفيش فارم اللي هي 146 متر سكوير، محاوطة بمساحة بتاعت 2 متر 2 متر 2، مزروع فيها أشجار بتاعت موز أو أشجار بتاعت باباي حسب ما أنت داري. عندك بعد كده فروت فارم 1، فروت فارم 1 حوالي 1 ايكر فيها 4200 متر سكوير، فيها حوالي 462 شجرة زي ما قلنا. هتلقى على يمينك منها طوالي في الحتة بتاعت الجراس فارم، الجراس فارم اللي هي زي البرسيم وكده والألفا ألفا، دي الحاجات المنتجة للمزرعة بتاعتنا، يعني للأنيمالز حقتنا أو الحيوانات حقتنا داخل المزرعة. هي أقل من فدان اللي هي 3460 متر سكوير، دي تزرع فيها برسيم، تزرع فيها أشياء للحيوانات بتاعتك. إذا أنت كنت لسه البروجي بتاعت الحيوانات ما بديته، ممكن تستفيد منها إنه في زراعة البرسيم وتبيعه. فأنت أي بروجيكت صح هو مرتبط بالبروجيكت اللي بعده، لكن أنت ممكن تبدأ بروجيكت تشتغل تسويق خارجي بحد ما أنت تعمل الأشياء بتاعتك. الفروتس لازم تزرعها مباشر، ليه؟ لأنه لحد أنت ما تكمل المفروض يكون الفروتس أنتجت، يعني حوالي 6 7 أنتجت. اهتمينا بالمدخل، اهتمينا بأنه نستفيد من المساحات الميتة، اهتمينا بالممرات، اهتمينا